مش عاجبني. اختاروا المحطة، كل يومكم ونهاركم مليء بالسعادة. أتمنى لكم نهار مليء بالحيوية وكل الإنجازات اللي أنتم تتمنوها. الله أجورنا وأجوركم. سلام، حيا الله الجميع. فقراتنا وهي فقرة حديث الظهيرة. حديث الظهيرة اليوم موضوعنا حول مشاركة النساء ببعض الرياضات اللي تعتبر نوعا ما صعبة، يعني كثير من الرياضات المهمة، لكن احنا راح نناقش تفاصيل اكثر مع ضيفتي راح تنضم معي في الاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد ما زلنا مستمرين وياكم بفقرتنا لهذا اليوم، وايضا انضمت وياي ضيفتي وخطارنا اليوم في الاستوديو علا عادل، المسؤوله الاعلامي عن رياضه التايكونو جيسكو سكي. طبعا هي اسمها صعب، وايضا اليوم دخول النساء لهذه الرياضه تعتبر نوعا ما بمجتمعنا متحفظين على هذا الموضوع، لانه باعتبار انه المراه ما عندها القوه البدنيه، وايضا بما انه احنا مجتمع مغلق وتحكم بعض العادات والتقاليد يعتبر انه صعوبه يتقبلون دخول النساء الى هذا المجال من الرياضه، لكن راح نتعرف على تفاصيل اكثر وعن قوه واصرار النساء بالدخول الى هذه الرياضه وتعتبر من الرياضات القتاليه. طبعا خلينا نرحب اليوم بضيفتي معي في الاستوديو، مثل ما ذكرتها انه علا، مساء الخير. يا اهلا وسهلا، حياك الله. انا عرفت عنك للمشاهدين انه انت المسؤول الاعلامي عن هذه الرياضه. علا، اليوم انت بما انه انت مسؤول الاعلامي بهذا المجال، والمجال الرياضي يعتبر نوعا ما للنساء غير محبه من قبل بعض الشرائح من المجتمع، شلون تشوفين اليوم انت ك عنصر نسوي بالدخول الى رياضه قتاليه؟ بالبدايه مساء الخير. مساء النور. شكرا جزيلا لحسن الاستضافه، هذه ثاني مره اني اتواجد وياكم، شكرا لحضرتك. اكيد هذه الرياضه تعتبر من الرياضات الفرديه، انه ما مسلط الضوء عليها، لان انه هي دفاعيه اكثر من ما انه هي هجوميه، انه تحتاجها بالدرجه الاولى المراه لكونها انه تدافع عن نفسها اذا يعني رافقها موقف او صادفها موقف انه سرقه او تحرش، فتقدر انه هي تدافع بها عن نفسها. كونها انه هي رياضه جديده بالعراق، فمو الكل يعرفون هذه الرياضه شنو، لان تعرفين انه احنا دائما نشجع كره القدم، فما عندنا ذاك الاهتمام انه بهذه الرياضات. علا، تشوفين انه اليوم كره القدم ماخذ الاضواء من باقي الرياضات؟ لو لكل رياضه حقها. هو احنا يعني مبدئيا انه كرة القدم مكتسحة الساحة، صح، بس احنا كرياضيين انه احنا نتابع كرة القدم كلش نحبها، بس اكو من يهتم بالفنون القتالية اللي هي تكون من الرياضات الفردية، انه يكون بيها جهد فردي اكثر. كرة القدم انه هي مجموعة من الاشخاص، فاحنا هذه الرياضات الفردية اللي تكون يعني شخص واحد هو يكون عليه الاعتماد، فلذلك انه ما مسلط الضوء عليها، مو مثل ما جماعة انه احنا سلط الاضواء عليهم. فاهمين الفكره شلون؟ طيب اليوم عندكم تمويل مالي؟ انه احنا بعد ما انه حققنا انجازات سواء بالسكي او التايكونجستو، صار انه الموضوع المالي سهل علينا، كوننا انه احنا لعبه محققين انجاز، ويعني محققين نقدر نقول المراكز الاولى، يعني نقدر انه احنا اذا ما يعني صار لنا الدعم المادي انه احنا نقدر نستمر بالانجازات. طيب عذرا عن المقاطعه، لكن انه انتم تروحون الى سفرات خارج العراق، هاي تكون على نفقه الدوله ولا على نفقتكم الخاصه؟ هو الموضوع يعني صار بإشكالات، فنقدر نقول انه الامور المادية تكون نص على الدولة ونص على اللاعب، فحتى على مود يعني نقدر
نوفي بالغرض انه حتى لا نخلي العبء الاكبر على الدوله. نعم، لكن هذه الرياضه تشمل النساء والرجال. اكيد. من الاكثر مشاركه بها؟ اللي تعرفين احنا بغداد يعني كون انه مجتمع عشائري يعني ما يقبل انه الزوج او الاخ او الاب انه مرته بنته تروح تتمرن يعني، وخاصه انه احنا قليل عندنا متدربات من العنصر النسوي. فدائما انه يعني العنصر النسوي نقدر نقول مظلوم بهذه اللعبه. صح. فالحد ما انه احنا نكون فريق كامل من المدربات حتى على مود تقدر المراه انه تدرب المراه. فحاليا انه احنا فقط العنصر الرجالي بهذه اللعبه، بس عندنا بالجزء الشمالي محافظاتنا اللي هي دهوك، السمانيه، اربيل، عندنا لاعبات نقدر نقول اكثر من ما ببغداد. بس الحلو بالموضوع احنا عندنا حكام من العنصر النسوي اللي هي كابتن رشا وكابتن روى. جديد هذا الموضوع انه حكم عنصر نسوي بلعبه فرديه، يعني انه هذا الشيء شويه نقدر نقول متميز بهذه اللعبه. احنا دنعد الى مدربات انه تكون عنصر نسوي تدرب لاعبه هم عنصر نسوي، لان يعني تعرفين انه احنا شويه الموضوع نقدر نقول زحمه انه رجل يدرب مره يعني شويه زحمه، فانه احنا دنعالج هذا الموضوع حتى على مود نقدر نقول بعد ماكو حجه انه ما نقدر نتدرب، اكو عنصر يعني رجال بهذا الموضوع، فانه احنا دنلغي هاي الفكره. توفرون بالضبط، نوفر هذا الموضوع حتى على مود انه تقدر اللاعبه تاخذ راحتها، لان تعرفين هو الموضوع جسماني اكثر من ما انه هو فقط بالاطراف. على وزن معين، على طول معين، عمر معين؟ هو احنا عندنا فئه الاشبال، فئه الناشئه، فئه الزهور، لكلا الجنسين. يعني عندنا من عمر السبع سنوات الى عمر التسع سنوات، وعندنا من عمر ال 16 سنه انتهاء بالعمر ال 18، وعندنا يعني فئة الزهور والبراعم اللي هم من خمس سنوات، انه احنا اغرس بحب الرياضة واغرس بحب الدفاع عن النفس، انه اني طفلي من يكون صغير اذا تعرض لموقف او تعرض لتحرش هو يقدر يدافع عن نفسه، هو يقدر ياخذ حذره انه هذا الشخص اعتدى علي، من راح ابني له اساس جيد واساس صح بالدفاع عن النفس هو راح يكون متمكن من كل النواحي، بحيث انه من يصادفه موقف هو يقدر يدافع عن نفسه. اليوم رياضتكم انتم ما انه تعتبر من الرياضات الفرديه، وايضا ما عندكم ترويج عنها قوي بصراحه، يعني يوم قله من الناس اللي تعرف هذه الرياضه بسبب انه هي رياضه مستجده في يعني بمجتمعنا. ايش تحتاجون؟ هو بكل شيء يعني بالدنيا يحتاج الى المبالغ الماليه حتى على مود يستمر. يعني ماكو شيء هي بنزين، الفلوس انا اعتبرها بنزين. صح. من انه اني كامل طاقتي انه انطيها بدون مردود مالي هذا الموضوع ما راح يصير لي حافز انه لا انجز ولا اتقدم بالمراكز الاولى. فانه احنا كل ما كانت المبالغ الماليه اللي عندنا تكفينا كل ما انه الانجازات تصير اكثر، بس انه انت تنطي مبالغ ماليه غير كافيه، هو اكو مبلغ مالي بس غير كافي ما تفي بالغرض. فانه احنا ماكو تخصيصات كافيه. بالضبط، هو يعني الموضوع بصوره عامه يعني مو فقط على اتحادنا، يعني جميع الاتحادات، فالموضوع انه احنا ما انا سمعت باكثر من رياضه انه عندهم ما عندهم التخصيصات الكافيه. بالضبط. بنقول رياضة فردية الآن وأيضا بحاجة إلى دعم معنوي وأيضا مادي بنفس الوقت. أكيد عندكم مشاركين من قبل النساء والرجال، تشوفيهم أنهم مؤهلين أنهم يشاركون ببطولات عالمية، بطولات يعني حتى لو على مستوى الوطن العربي؟ اي طبعا اكيد احنا جميع اللاعبين اللي عندنا هم مؤهلين وباحجام يعني مثلا متضاهي العالميه، يعني انه احنا عندنا اوزانهم مثاليه، ملتزمين بنظام غذائي، ملتزمين بالتمرين. يعني من اللي يتابعهم متابعه عن كثب يعني دائما على تماس وياهم؟ اكو تاج بينه وبين المدرب. من اللي يتابع المدرب لو اكو لجان متابعه؟ شوفي هي اتحاداتنا، احنا عندنا اتحاد بغداد واتحاد نينوى واتحاد دهوك. اوكي.
كل اتحاد بانديه، هذه الانديه هم اكو مدربين خاصين بهم، فكل مدرب وللنادي مالته تمام هو مسؤول على الفريق، يتابعهم اذا وزنه صعد اذا وزنه نزل، يتابع المرونه اللي عنده واللياقه البدنيه، فانه هي كل نادي وعندهم مدرب خاص بهم، فهو المدرب مسؤول بهذه التفاصيل. يمكن انت بوجه المدفع دائما انه الجزء الاعلامي من اي مكان يكون هو بمقدمات يعني الانتقادات، وايضا سواء كانت ايجابيه ام سلبيه. شفتي انتقادات من الناس حول العنصر النسوي بهذا المجال؟ اكو من مؤيد واكو من معارض، انه كون المراه تاخذ بالجانب الرياضي يعني هي الموضوع محارب، فانه انت مثلا تكونين مثل يعني كمراه وبالجانب الرياضي شويه الموضوع صعب، بس بعدين شويه شويه من تغيرين صوره هذا المنظور على المراه انه ما يصير انه هي تدخل بهذا الجانب، انت يعني راح تساعدين هواي انه يفهمون هذه شنو الموضوع اللي صار، مثلا انه هذه المرأة من دخلت المجال الرياضي هي هذه مو مثلا مسترجلة او مثلا عندها يعني خصوصا يمكن رياضتكم لانه هي بها دفاع عن النفس يعتبروها انه هي مسترجلة او عندها الهرمونات الذكورية عالية. نعم صح، انه لا انا غيرت الصورة، يعني طبيعي جدا انه انا اعمل بمجال الاعلام وخليت انه الموضوع الرياضه يضيف لي، ما خلي انه انا ضفت له، لان انه المراه كاعلاميه وتدخل بالوسط الرياضي شويه الموضوع صعب، يعني انه الشارع يتقبله انه انت تروحين تمرين تشوفين اغلبها من الرجال تكونين انت وياهم بتماس مباشر، فالموضوع شويه يعني يكون معقد، بس انا غيرت الفكره انه الكباتن اللي ويانا كلهم اصدقاء، يعني علاقتي طيبه بيهم، ما عندنا هذا التابوهات الحاجز اللي تكون يعني انه هو مثلا مدرب او لاعب انت اعلاميه او كذا، بالعكس انا هذا الحاجز كسرته خليتهم يصيرون اصدقائي، يعني ما خليت مثلا لازم اكو هناك يعني اكو تنشن بينات بالضبط، اكو فد روح يعني تعاونيه في سبيل انه انتم تطلعون باجمل صوره. علا، بما انه انتم اليوم مشاركه يعني تعتبرين انه هذه الرياضه مستجده وايضا في بدايه مشوارها، تشوفين اليوم كلاعب ايش قد تقع عليه مسؤوليه او كمدرب ايش قد تقع عليه مسؤوليه انه هذا اللاعب ينجح، وهو كلاعب ايش قد عنده مسؤوليه اتجاه نفسه واتجاه يعني اللعبه او البطوله اللي مشارك فيها، جيت تعطوهم بوزيتيف انرجي، جيت تقدموا لهم دعم معنوي او هو ايش قد يقدم لنفسه بما ان انت على تماس وياهم، شو تحسين اكو عندهم هاي الشعور بالمسؤوليه؟ اي طبعا اكيد، كل اللاعبين اللي عندنا يريدون يمثلون العراق خير تمثيل، صح. يعني عندنا الواعي بيبكون اذا مثلا ما صعد بطوله او ما شارك، يعني من اللي يحدد اللي صعود البطوله والمشاركه؟ المدرب لو اكو لجنه تحكي لنا؟ عندنا احنا بطولات تقيم على هذا الشيء، مثلا بطوله المتقدمين، بطوله الناشئه، اللي يتاهل يصعد بالضبط، يتاهل يصعد انه لمنتخب، انه بعد خلص انه من تصير بطولة عالم هذا اللاعب يعني يمثل العراق. فانه من تصير عندنا انه احنا البطولات المدرب راح يظل يرشد اللاعب، راح يعني يصير على عاتقه اكثر، لان انه انت صار لك فتره تدربهم، انت هذا المدرب وهذا الفريق مالتك، اذا ما صعد احد منهم راح يظل يلوم نفسه. اول شيء الحاله النفسيه، انه اني من اجي اظل اقول له انت ما تقدر انت ما تصير كذا، اكيد اللاعب الحاله النفسيه ما تتضعف، فاني من اظل اقول له انت زين انت راح تاخذ المراكز الاولى، انت احنا نشد الظهر بيك، دائما انه اني انطي طاقه بالكلام نفسيا وهو راح يرتاح، انه يبقى الكلام بباله انه اني راح امثل العراق غير تمثيل، فاني من اظل الومه لو ما راح يفيد شيء، انه هو مثلا بهذه البطوله او بهذا النزال ما كان على المستوى المطلوب، بس بعد انه اني اجي اشد عليه وراح اقول له انت تقدر وراح تعدي هذه الفتره وراح تعدي هذا النزال وراح تصير مثال يحتذى به بالوسط الرياضي، هو نفسيا راح يرتاح، اللاعب بالدرجه الاولى الحاله النفسيه. يعني انت تشوفين مو فقط التايكوندو، هواي يعني
مثل التنس، الطائرة، يعني هواي أمور من هذه الرياضات. من تشوفين اللاعب أنه هو مثلا المدرب مالته أو رئاسة الاتحاد أو يعني المسؤولين اللي عليه، مثلا سواء اللجنة الفنية أو يعني لآخره من هذه الأمور، من تشوفين أنه هو وياه ودائما بلحمة يعني مباشر وياهم، ويعني ماكو فد يعني حاجز بيناتهم، يشاقون ويضحكون، تلقى اللاعب راح يرتاح، لان يعني يقول يعني اني بين يعني ابويا بين اخواني، يعني ما راح يحس بغربه. فمن انه تصير يعني حجوزات بين اللاعبين مثلا ورئاسة الاتحاد او يعني المسؤولين اللي عليهم، تلقاء اللاعب راح يظل متجبجب، يخاف اي شيء يسوي، اي رد فعل راح ينحسب عليه. طيب احنا نعرف بكرة القدم انه اكو لاعبين برزوا على السوشيال ميديا، مدربين كذلك، لجان التحكيم، الاتحاد، لكن اليوم انتم كرياضة ما عندهم تفاعل قوي على السوشيال ميديا. يعني اليوم دور الاعلام، يعني عذرا عن المقاطعه، لكن انت دورك كممثل اعلامي، لكن انت ما تقدري راح تغطين كل هذا، لازم اكو تعاون. طبعا بالضبط، يعني الموضوع يحتاج لوقت، لان انه احنا فعليا الاتحاد مالتنا العام بدا يشتغل، يعني مبدئيا انه انعرفت نقدر نقول 50% هذه الرياضه. الموضوع يحتاج لشغل، لان انه انت مال سنوات سابقه كل هواي انه هي ماكو شغل وماكو مثلا يعني اعلام مسلط عليه، فالموضوع يعني يحتاج لوقت. فانه اني من يعني استلمت منصبي وبدا الموضوع شوي شوي يتطور، دا احس اكو تغيير بالموضوع. ما يعرف وما يحس بالتغيير الا اللي عاش الموقف. فاني من اجيت يعني كثرلك انت يعني تقريبا سنه، راح يصير سنه ونص يعني. فالموضوع يعني يحتاج لشغل هواي، لان هي لعبه اصلا ما معروفه اعلاميا، من تجي انت يعني بمكان هو اصلا تحت الصفر. شان ارجع ليش لهذا الموضوع، لكن بين ما الشباب يعرضون الصور وايضا مشاركاتكم ببعض المعسكرات التدريبية، هذا كل المشتركين بهذه اللعبة، يعني كل أعدادهم هذه؟ لا، أكو من يعني ما شاركوا، يعني اتوقع يعني ظروف، كان عندهم ظروف، بس هذول يعني المشاركين واللاعبين اللي عندنا، هذه ببطولة المتقدمين اللي صارت بمحافظة دهوك. هاي في دهوك، في دهوك اي محافظة. العدد المشاركين والاقبال على هذه اللعبة تشوفيها بشمال العراق اكثر من بغداد العاصمة؟ تقريبا اي، يعني انه بحكم الوضع اللي موجود هناك، يعني اكو قاعات مفتوحة عندهم المساحة الواسعة اللي هم يتدربون بها. احنا ببغداد قلة الاماكن اللي ندرب بها، هذه لعبة جسمانية تحتاج الى اماكن مفتوحة، تحتاج الى تهوية، هذا اللاعب يعني يبذل طاقة وجهد، يحتاج الى تهوية، يحتاج نفسه. يعني اثناء اللعب اذا انت عندك بعض المعلومات ممكن انه انت تزودين بها وتعطينا معلومات كافيه. اليوم ممكن انه اليوم اكو يعني احد الساده المشاهدين انه عنده شغف يدخل بنته يروح هو يشارك، يعني شلون اولا انه يحافظ نفسه ويبدي تدريباته بشكل صحيح، وبالاضافه الى هذه اليه المشاركه بهذه الرياضه. مبدئيا انه احنا كمكان ببغداد نشتغل على هذا الموضوع حتى على مود تنفتح قاعات نقدر انه نفتح الاوقات اللي تسجيل، حتى يعني من كلا الجنسين انه رجال او النساء يجون يسجلون. بس كلعبه هي بيها واقيه صدر وواقيه ايد زين، بالاضافه الى واقيه الارجل وخوذه اللي تلبس على الراس. اكو سؤال مهم. اي اني اكو اعرف انه مثلا اكو بعض الرياضات يكون احيانا قتاليه، لكن لا تعرف يعني ما عندهم فد يعني ليفل معين للعمر، مفتوح العمر من عمر 10 سنوات لحد ما يعني تقريبا. احنا هذه اللعبه مالتنا هم هيك، انتم هم كذلك يعني ماكو ليفل معين للعمر، ماكو يعني عمر معين. احنا عندنا فئات، يعني فئات عمريه، قلت لك عمر اني اعرف اكو تقسيمات وفئات عمريه، لكن انه مثلا لحد اي عمر تستقبلوه؟ اللي عندنا اللي هي من فئه الزهور انتهاء بعمر يعني ما محدد، تفهمين شلون؟ يعني هو عندك من فئه البراعم والناشئه انتهاء بالرجال والنساء، اي شخص مستوفي للشروط. هذا يعني اكو فد صوره عندي يمكن انا دزيت لك اياها، كان بالاجتماع الفني اللي هم قياس الاوزان اللي يصير عندنا، كل المدربين يكونون حاضرين وكل اللجان الفنيه، اللجنه الفنيه تكون متواجده، هي قياس الاوزان.
عندنا لجنة فنية مختصة بقياس الأوزان اللي تقيس وزن اللاعب قبل البطولة، لأن حتى يكون مستوفي للشروط الموجودة حتى لا يصير خلل بالنزال. طيب ولا ذكرت ليش انه اليوم انه اكو بعض الاشخاص حابين انهم ما يشاركون عذرا بهذه الرياضه، لكن انه ما يعرف شلون الاليه، ما يعرف وين يروح، ما يعرف وين يتوجه، بما انه انت دورك كاعلام وايضا مسؤول الاعلامي بهذه الرياضه، شلون اليوم اي شخص عاجبه يشارك؟ ممكن انه اي شخص اعتيادي لو مثلا مثلا عنده فد مؤهلات معينه؟ هي حب الرياضة، انه انا من احب هذا المجال انا يعني اكيد راح ابدع به. هي ينتمون لقاعات ولاندية يكونون يعني مهيئين لهذه اللعبة، لان هذه اللعبة جدا صعبة. خلينا نكون واقعيين، اي اكو شائعة ما اعرف هي صحيحة ام كاذبة، انه اليوم بكل مكان اكو واسطات واكو محسوبيات بكل نزاهه وصدق. انا ما اريد هذا الشيء يضرش، لكن اريد نعرف الحقيقه. اليوم المشاركه وايضا صعود البطولات وهذه التفاصيل ايضا فيها نوعا ما يعني على الافضليه، او مثلا انه فلان من طرف فلان من طرف فلان؟ ابدا، يعني اني قاعده ويا اللجنه، ابدا الموضوع بحياد وعدم انحياز لاي طرف او لاي شخص ما، او ابدا يعني. قبل فتره كان عندنا رئيس الاتحاد الدولي حسام العمير، نوجه له تحيه اكيد، وخبير المدربين الاستاذ صلاح حيبه، انه هو رئيس الحكام يعني شفافيه وبحياد انطرأ بالحكام، قال اكو حكام هذول ما يصلحون انه يحكمون برياضتكم برياضتنا، اي قال ذولا غير صالحين للتحكيم اصلا. واكو الواعي هم قال بشفافيه انه هذا ما يصلح ان يكون لاعب، فانه احنا ما نخلي مثلا انه موضوع نقدر نقول الخاطر فلان او الخاطر فلان، ابدا، لان هذه اللعبه اذا ظل من خاطر الخاطر ما راح يعني اول بالنقطه، يعني نقطه رقم واحد انه ما راح تنجح وراح يسبب ضرر للاعب، لان اللاعب اذا نزل مثلا نزال ويعني نقدر نقول وقع بالضربه القاضيه، يعني ما قدر يدافع عن نفسه، الخلل يرجع عليه، لانه انت مو كفؤ بهذه اللعبه. مرات اسئله يعني يتساءلها او المشاهد يتساءلها، يقول لك انه هي رياضه دفاع عن النفس. بالضبط. طيب هو شلون يشارك اليوم ببطوله؟ مثلا هو مو مثل التايكواندو لو الكاراتيه، ممكن هو يكون اكو مواجهه على حلبه بين شخصين، يعني هي تعتبر رياضه قتاليه التايكواندو او الكاراتيه، لكن انه رياضتكم هي تعتبر من انواع الرياضه الدفاع عن النفس. طيب شلون يتم اختبارهم او شلون يتم المسابقة أو البطولة؟ أيضا يوضع شخصين يعني يكونون خصمين لو شلون؟ هو خصمين، هو احنا بساط ترى يعني هي اللعبة ميكس من ثلاثة، تايكوندو وكاراتيه وجودو، صايرة تايكونجستو والسكي. صح. اللي تختلف عنها السكي قلت لك انه هي بوجود السيف والدرقة والخدة اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى شيء دائري اللي هي هاي يسموها الدرقة، والسيف اللي تكون مبارزة بين شخصين. فالموضوع يعني يكون بوجود لجنه فنيه تختبر هذه اللاعبين انه هم مؤهلين يخوضون هذه البطوله او غير مؤهلين، بكل شفافيه موجودين عندنا حكام دائما، انه يصير عندنا دورات تثقيفيه وتدريبيه اخرها صارت في الموصل. نوجه تحيه لرئاسه الاتحاد مالتنا برئاسه محمود ابراهيم الاستاذ الفاضل هذا، اللي سعى ما سعى لوصول أكبر نقطة ممكن إنه يحققها الاتحاد، إنه هو سعالها يعني كلش تعب بهذا الموضوع. أنا أشجع بصراحة إنه اكتشاف مواهب جديدة، رياضات جديدة، لأنه إحنا بالتالي في تطور ونحتاج إنه هاي الطاقات الشبابية متروح هباء منثورة، يحتاجون إنهم يعرفون وين يتوجهون. صح. لكن اللي أطلبه من
اتحادكم وايضا من حضرتك انت كما يعني تفضلتي انه انت المسؤول الاعلامي وايضا مسؤوليتك انه تسوقون اكثر وتخلون الناس على درايه اكثر في سبيل انه اليوم كثير من الناس حابه ما يعرف شنو يسوي، ما عنده مثلا فد شغف معين ممكن انه يدخل الى مجال رياضي معين وينجح به. استاذ علا للاسف داهمني الوقت وصلت ياك الى ختام حديثنا، جدا استمتعت بالحديث وياك وان شاء الله ان لقاءات اخرى نتكلم عن انجازات اللي راح تحققوها ان شاء الله بوقت قريب. اتمنى لكم الموفقيه ويا ربي ان شاء الله نسمع عن بطولات عالميه وعن نجاحات باسم العراق. نورتينا اليوم. شكرا جزيلا، شكرا لهذه المبادره اللي دائما متواصلين ويانا بهذه الرياضه، شكرا لقناه سامراء وان شاء الله اكيد ان لقاءات ثانيه. حياك الله. مشاهدينا الكرام خلينا ننتقل وياكم الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره تقارير الظهيره. اليوم تقريرنا من محافظة الأنبار مع الزميل علي الآلوسي، خلينا نروح نشوف التقرير ومن بعدها أكيد راجع وياكم. حياكم الله أحبتي مشاهدي شاشة سامراء الفضائية، اليوم راح ناخذكم في جولة في معرض الخيمة الأول الذي يقام في قضاء راوة غرب الأنبار واللي قيمة تجمع مواهب ومبدعي الغربية، راح نشوفكم هذا المعرض بعدسة سامراء الفضائية. طبعا مشاهدينا الأكارم أغلب اللي موجودين هنا هم أصحاب بيجات، أغلب المشتركين شغلهم فقط على الإنترنت، ممكن هاي البازارات أو هاي المعارض تشجعهم على فتح محلات والاستمرار بعملهم يكون بشكل موسع. ينضم إلينا الأستاذ عدي الإعلامي الخاص بتجمع مواهب ومبدعي الغربية للحديث أكثر عن هذا البازار. حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ علي وقناة سامراء، شرفتنا اليوم طبعا. حياك الله. نريد نعرف آلية القبول في المشاركة بهذا المعرض شنو؟ طبعا آلية القبول، احنا يعني بداية تأسيسنا كنا على الفيسبوك، يعني صفحات فيسبوك انستغرام، فنعلن انه اكو مثلا بازار او معرض يصادف بكذا يوم، فنقدم استماره، نطرح استماره واللي يحب يشارك يعني يجينا، ومثل ما تشوف يعني هاي ما شاء الله احنا يوم يعني معرض بعد معرض الاعداد تتزايد، المشاركين يعني يوم بعد يوم يكثرون. طيب استاذ، اغلب المعارض اللي تقيموها انتم هي تكون خاصه للعوائل، السبب شو؟ يعني العوائل هنا بمناطقنا ما عدا متنفس، خلينا نقول متنزهات قليلة، وسائل ترفيه قليلة، يمكن البازارات أو المعارض هاي المتنفس الوحيد اللي يعني يجون ويغيرون من المود مالهم بصورة عامة. أكيد، وهنا أيضا العوائل أكيد راح تدعم من يشوفون أكو مواهب بنات موجودين هنا. يعني ما شاء الله، يعني بالبداية كان إقبال ضعيف، يعني بداية تأسيس المعارض إقبال ضعيف، بس من شافوا المواهب لا، يعني أكو منهم هواي استفادوا بمشاريع، يعني فتحوا مشاريعهم الخاصة، اللي فتح بيج رسم، اللي يعني مأكولات، صار حافز تطريز وحياكة كلها، كل هاي الأمور يعني احنا نقول الحمد لله والشكر انه وصلنا لهاي المرحلة. طبعا لازم يعني المؤسس لهذا المشروع المرحوم أمجد إحسان العاني هو اللي خطى هاي الخطوة الأولى، وهو اللي كان سبب يعني خلينا نقول هواي ناس استفادوا. ان شاء الله البركه بكم وتكملون مسيره الاستاذ امجد الله يرحمه. ان شاء الله وما راح نوقف بنص الطريق، ان شاء الله مستمر. اليوم ويانا المهندس احمد الراوي احد المشاركين في هذا المعرض، حياك الله. حياكم الله، السلام عليكم. شرفكم السلام، حياك الله. نريد نعرف شنو الدافع اللي خلاك تشارك في هذا المعرض؟ طبعا انا كمواطن، احنا كمواطنين عندنا هواية قدرات وأفكار موجودة بداخلنا، نحب نعرضها عن طريق الفرص اللي تجي أو طرق الدعم اللي تجي يوجهوها لنا أحد المبادرين بهذا المشروع. فأني عن طريق هذه فأني عن طريق هذا الدعم حاولت إنه أستثمر هذه الأفكار والخبرات حتى أعرضها على المواطنين اللي موجودين بهذه المدينة حتى يستفادون من هذه الأفكار، وأنا ممكن أستفاد من الأفكار الثانية اللي موجودة بهذا المشروع الرائع. طيب شلون شفت اقبال الناس على هيك؟
شيء جميل واكثر من رائع. اقبال الناس بصوره جدا ممتازه، وما شاء الله الافكار الموجوده كلش ممتازه، والمشاركه جدا جدا تسعدني بهذا المشروع. شكرا لك. احبتي المشاهدين، وصلنا الى ختام تغطيتنا لهذا اليوم التي كانت من قضاء راوة. انتظرونا في تغطيات قادمه، وهذه عوده الى الزملاء في برنامج استراحه الظهيره. دمتم في امان الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل علي الآلوسي على هذا التغيير اللي عندنا من قضاء راوة في حديثة جزء من محافظة الأنبار. أكيد إحنا اليوم مع وبشد إقامة المهرجانات، عفوا، أو البازارات، أو حتى المهرجانات ممكن يصير بها مشاركات، لكن هذه الخطوة جدا مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة اللي هم يكونون دائما بحاجة إلى دعم، وأيضا بحاجة إلى تشجيع من قبل المواطنين، من قبل كثير من الأشخاص اللي يعني ممكن إنه يحبون شغلهم، ممكن يحبون إنه الرسمات اللي يسووها. يعني اليوم كثير من البازارات اللي موجودة في قضاء راوة أو حتى في غير قضاءات أشوف إنه هي موجودة عندهم كل أنواع المواهب. إحنا عندنا كثير من المواهب اللي موجودة داخل العراق، لكن هذه المواهب تحتاج إلى دعم كافي، تحتاج إلى تسليط ضوء، لكن إنه هم ما يلقون إنه الدعم الكافي لهم، ممكن إنه تكون بيجاتهم ما معروفة على السوشيال ميديا. فأكيد اليوم مشاركتهم بالفازارات هذا راح يضيف لهم، راح يضيف لاسم مشاريعهم، بالتالي مشاريعهم راح تنعرف، وايضا راح يكون عليهم اقبال ويفتح له باب رزق، لانه نشوف انه كثرة المشاريع الصغيرة، وايضا الاعلانات اللي كثرت الان من قبل البلوجر، من قبل بعض الاعلاميين، بعض المشاهير اللي هم يطلبون مبالغ جدا ضخمة للإعلان، هذا كل شخص وحقه، لأنه هو يقول لك أنا هذا الحساب حسابي وأنا من حقي أنه أطلب السعر اللي يعجبني، وهذا الشيء ما حد يقدر يناقش فيه. واكو بعض الإعلاميين أو بعض البلوجرز أو بعض المودلز أنه هم اللي يسوون بفترة وأخرى دعم لمشاريع مجانية، دعم للمشاريع مجانا، لكن أنه مو كل الناس يقدر أنه يتواصل وياه، أو مو كل الناس مثلا يلحق أنه فلان المشهور يسوي له دعم مجاني، أو أحيانا أنه يكون الدعم بسبب أنه كثرة البيجات ما يصير تسليط ضوء عليه. لكن أنا دائما أذكرها أنه أي شخص عنده موهبة ممكن يشتغل عليها ويسوق لنفسه من خلال البازارات، من خلال أي مناسبات ممكن هو يظهر بها موهبته، أي موهبة whatever، سواء شباب أو بنات. يعني حتى إذا كانت يعني إذا كانت بنت وعندها موهبة الطبخ مثلا، تسوي حلويات، عندها الطبخات مثلا، يعني مطبخ شرقي مطبخ غربي، تكون رسامة، تكون خياطة، تكون إنه هو يطرز، يعني بكل وشتى التفاصيل، كل الأمور ممكن إنه إحنا نروج عنها من الناس للناس. يعني اليوم انه تكون يعني لايف ويا الناس، يعني ببازار، بحديقة، بأي مكان، بالتالي هذا الشيء راح يفيدك او راح يفيدك احسن ما انه انت تظل انه على بيج على مواقع التواصل الاجتماعي، ويا دوب انه تطلع مصرف اسبوع. فاستغلوا هذه البازارات بشكل صحيح. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل وياكم الى فقره اخرى من فقراتنا، وهي فقره مدن. اليوم راح نتحدث عن بلغراد او بلغراد، خلينا نروح نتعرف على هذه المدينه اكثر، ومن بعدها اكيد راجعين معكم. بلغراد عاصمه جمهوريه صربيا، هي عاصمة صربيا وأكبر مدنها على الإطلاق. تقع مدينته عند نقطة التقاء نهري السافا والدانوب، حيث يلتقي السهل البانوي لأوروبا الوسطى بشبه جزيرة البلقان. يصل عدد سكان المدينة نفسها إلى 1,200,000 نسمة، بينما يصل عدد سكان المناطق المحيطة التابعة إداريا لبلغراد إلى 1,700,000 نسمة.
الأمر الذي يجعل من هذه المدينة إحدى أكبر المدن في جنوب شرق أوروبا. كانت بلغراد ومحيطها الموقع الذي نشأت فيه أكبر حضارة قبط تاريخية أوروبا، ألا وهي حضارة البينغا التي ظهرت حوالي في الألفية السادسة قبل الميلاد. وفي العصور القديمة ساكنت المنطقة قبيلة تراقية داتشيا أطلقت على نفسها اسم قبيلة سينغي، وقد استمر هؤلاء الناس يقطنون المنطقة حتى عام 279 قبل الميلاد، عندما استوطنت المدينة قبيلة كيلكيا وسمتها سينغيدين بمعنى حصن سينغي، تيمنا بالقوم الذين سبقوهم إلى المنطقة. صنفت بلغراد مدينة كاملة الحقوق خلال العهد الروماني، وبحلول عام 520 ميلادية كان السقاربة أو السلافيون قد استوطنوها بشكل دائم. عرفت بلغراد 115 حربا خاضتها أمم مختلفة لتسيطر على المدينة بفعل موقعها الاستراتيجي، وقد تمت تسويتها بالأرض 44 مرة على يد بعض تلك الجيوش. خضعت بلغراد خلال العصور الوسطى لسيطرة الروم البيزنطيين والفرنجة والبلغار والمجر والصرب، وفي سنة 1521 ميلادية فتحها العثمانيون وتحولت إلى عاصمة لبشلق سمندريه، واستحالت أهم المدن في أوروبا العثمانية وإحدى أكبر المدن الأوروبية. سقطت المدينة بيد النمساويين بعد سنوات من الحكم العثماني، ودمرت أنحاءها كثيرة منها، ولم تستعد مكانتها المرموقة السابقة ومركزها كعاصمة لصربيا حتى عام 1841، أي بعد اندلاع الثورة الصربية، على أن شمال المدينة بقي في حوزة النمسا إلى أن تفككت الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1918. بعد ذلك استحالت المدينة عاصمة ليوغوسلافيا من سنة 1918 حتى سنة 2003. تتمتع بلغراد بحكم ذاتي وحكومة خاصة بها، ويعد وضعها الإداري وضعا مميزا وفقا لما ورد في التنظيم المناطقي لصربيا. تقسم المناطق الحضرية التابعة للمدينة إلى 17 ولاية، لكل منها مجلسها الخاص، وهي تغطي 3% من مساحة صربيا، ويقطنها ما نسبته 15% من سكان البلاد، التي تعد مركزها الاقتصادي والمالي الرئيسي. تتمتع المدينة باقتصاد منتعش نسبيا، حيث تعتبر أكثر المناطق الصربية ازدهارا من الناحية الاقتصادية. أهم المعالم في هذه المدينة هي كاتدرائية القديس سافا، هي كنيسة أرثوذكسية كبرى تعتبر أكبر الكاتدرائيات في البلقان وأحدى أكبر الكنائس في العالم، وهي مكرسة للقديس سافا مؤسس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية. بنيت الكاتدرائية على هضبة فراتجار، وهي تظهر للناظر من مختلف مواقع المدينة، مما يجعلها معلما هاما من معالمها. يطلق على هذه الكنيسة اسم كاتدرائية على الرغم من أنها ليست مركزا لبطريركية الصر الأرثوذكس، وإنما بسبب حجمها الكبير وأهميتها، حتى أن البلغاريون أنفسهم يسمونها حرم، وهو اسم آخر للكنيسة في الأرثوذكسية الشرقية. أما كاتدرائية القديس ميخائيل رئيس الملائكة، تعتبر الكاتدرائية أحدى أهم أماكن العبادة بالصربية عموما، وكنيسة القديس باسيل استروغي، وكنيسة القديس مرقس، ونصب البطل المجهول، وبرج جينكس، وبرج أفالا. أما الثقافات التي تتمتع بها هذه المدينة من الموسيقى والفنون الجميلة، فتستضيف بلغراد عددا من المهرجانات الثقافية سنويا، بما فيها مهرجان بلغراد السينمائي، ومهرجان بلغراد المسرحي، ومهرجان بلغراد الصيفي، ومهرجان بلغراد الموسيقي، ومعرض بلغراد للكتاب، ومهرجان بلغراد للجقعة. كانت المدينة أحد أهم المراكز الأساسية لموسيقى الموجة الجديدة في يوغوسلافيا أثناء عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقد خرجت منها عدة فرق موسيقية تعزف هذا النمط، منها إيدولي، إكاترينا فاريكا، شارلو أكروبات، وإلكش، وكثير من هذه الأماكن. وتحتوي هذه المدينة أيضا على كثير من المتاحف، ويعتبر المتحف الوطني الصربي المؤسس سنة 1844 أبرز المتاحف في بلغراد، وهو يحوي عما يزيد عن 5600 لوحة فنية و8400 مخطوطة موزعة على عدد كبير من المعارض، وبعض هذه الأعمال الفنية يعتبر من التحف الباهظة
التي لا يوجد لها مثيل، ومنها أناجيل ميروسلاف الشهيرة. أما في العمارة فتتميز العمارة في بلغراد باختلاف أنماطها وتنوع أشكالها بطريقة ملحوظة. فوسط ناحية زيمون في القسم الشمالي من المدينة مبنى وفق النمط المعماري النمطي لأوروبا الوسطى، حيث تسيد البيوت القرميدية والشوارع الضيقة، بينما بلغراد الجديدة مشيدة وفق الأنماط المعمارية الحديثة، فتنتشر فيها الأبنية الإسفنتية الشاهقة ذات الواجهات الزجاجية والشوارع الفسيحة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد ما تعرفنا على مدينة بلغراد وأيضا تاريخها وأيضا حضارتها. وإلى هنا مشاهدينا أصل إليكم إلى ختام حلقتي في هذا اليوم، أتمنى أن استمتعتم بفقراتنا اللي قدمنا لكم إياها من خلال برنامج استراحة الظهيرة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وأيضا شكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد إن شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة. للقاء.